بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، قضية التفريق بين الزوجين وخراب البيوت الذي نراه في العالم الإسلامي اليوم وبخاصة عالمنا العربي، لماذا كثرت ظاهرة الطلاق؟ لماذا كثرت المشاكل؟ يعني اليوم لا يكاد يخلو بيت من المشاكل بين الزوجين، ومشاكل قد تصل إلى القتل أحيانا، قد تصل إلى الانتقام، قد تصل إلى تشريد الأسرة والأولاد. ما الذي يحدث أيها الأحبة، ولماذا، وما هو العلاج؟ الحقيقة أنا اليوم أحببت أن أتأمل معكم هذه الآية القرآنية التي أنصح كل زوج أن يتأملها ويتدبرها ويتفكر في معانيها ليدرأ عنه شر المشاكل. مهما كنت قويا أخي الحبيب، لن تستطيع أن تحل مشاكل بيتك إلا إذا تعلمت هذه الآية. الشيطان عرشه على الماء، يبعث سراياه، إبليس يبعث سراياه، فأعظمهم منه منزلة، أكثرهم تفريقا بين الأزواج. إذن يجب أن تعلم أخي الحبيب، إذا كنت متزوجا أو كنت مقبلا على الزواج أو إذا كنت ستتزوج في المستقبل، يجب أن تعلم أن هناك عدو يتربص بك، يريد أن يدخلك إلى جهنم معه. هذا العدو هو إبليس، همه الأكبر أن يفرق بين الزوجين، لأن التفريق بين المرء وزوجه هو بداية كل المشاكل. قد يدخل الزوج أو الزوجة في الزنا، في الكذب، في الافتراء على الطرف الآخر، في السرقة، في الظلم، مشاكل كثيرة جدا. فيتعلمون منهما، هذا في سورة البقرة، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. لماذا خصت هذه الآية قضية التفريق بين الزوجين؟ طب هناك مشاكل كثيرة، لم يقل فيتعلمون منهما كيف يضلون الناس بالخمر أو بالميسر أو بالزنا أو لا، أخذك القرآن إلى القضية الجوهرية، لأن المشاكل الزوجية هي مفتاح لكل الشرور. وإذا استطعت أن تضبط مشاكلك وتتجنبها ستنتهي كل المعاصي والآثام والشرور والفواحش من حياتك. بإجراء بسيط أن تعلم أن هناك عدوا يدخل معك إلى غرفة نومك، همه أن يفرق بينك وبين زوجتك. لذلك لا تلوم هذه الزوجة، والزوجة لا تلوم زوجها، لأن الشيطان يتلاعب بكليهما، فيتعلمون منهما من الملكين اللذين أرسلهما الله كفتنة إلى الأرض، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذه الجزئية أحببتك أن تتأملها أخي الحبيب، أنه لن يستطيع أحد أن يضرك إلا بإذن الله. لذلك هذه الكلمات، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، هذه الكلمات التسعة تنجيك من شر المشاكل الزوجية، لأن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وهذه الآية وردت في سورة البقرة.
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يجب على كل زوج أن يقرأ على الأقل، إذا لم يستطع أن يقرأ سورة البقرة أو يستمع لها على الأقل ولو في الليل وهو نائم، أن يحفظ هذه الكلمات: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. 9 كلمات، يعني 5 ثواني تستطيع أن تقولها. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. كرر هذه العبارة 7 مرات وغير نظرتك لمن حولك. يجب أن تتخيل أن هناك شيطان يعيش بجانبك، يريد أن يغويك، يريد أن يفرق بين الزوجين. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا الشيطان تعهد أنه سيضلك، سيغويك، ولكن الله قال له: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، يعني إبليس ومن تبعه. لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. فإذا القضية بسيطة جدا، أي إنسان لديه مشاكل زوجية يوسع مدى الرؤية عنده، يعتبر أن هناك شيطان يسكن معه في البيت. والشيطان على فكرة يعني القرين لا يغادرك. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، مقترن به، ملتصق به، يدلك على الشر، يوسوس لك. لذلك آخر سورة في القرآن: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فإذا أخي الحبيب، قراءة سورة البقرة وقراءة المعوذتين وقراءة آية الكرسي وقراءة الفاتحة 7 مرات وتغيير نظرتك للدنيا بشكل عام، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هو الشيطان، لا تنغر به وبكلامه وخداعه. اصبر على أذى زوجتك، عاملها بالحسنى، ادعوها إلى الخير، ادعوها باللين. يا أخي تذكر فرعون كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، هل هناك أسوأ من هذا العمل؟ إنسان مجرم يذبح الأطفال. قال: أنا ربكم الأعلى. استعبد الناس. فرعون شخص سيء جدا. عندما أرسل الله له موسى وهارون ماذا قال لهما؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. طيب، زوجة تصبر على زوجها، لماذا لا تقول له قولا لينا؟ مهما بلغ السوء منه، مهما بلغت مشاكله، لن يصل إلى مستوى فرعون. والزوجة مهما بلغت من السوء لن تصل إلى مستوى فرعون. طيب لماذا لا نخاطب بعضنا بكلام لين، هين، هادئ، مليء بالصبر، مليء بالحكمة؟ إذن أخي الحبيب، الشيطان هدفه الأساسي هو خراب البيوت باللغة العامية، هو أن يخرب عليك بيتك، أن يعكر عليك حياتك، أن يجعلك تهرب من بيتك. يجب أن تعتقد أن هناك عدوا يتربص بك. إذا أغفلت هذا العدو ستبقى المشاكل كما هي. أنا الآن أجلس هنا
ومعي جهاز موبايل مثلا، وهناك لص لا أراه ولكن يتربص يريد أن يسرق هذا الجهاز، هل أغض الطرف وأتجاهل وأهمل وجود هذا اللص؟ المنطق والعقل يقول يجب أن تأخذ احتياطات لكي لا تسرق. طب إذا كان الشيطان يعيش معك ولا ترى، هو يعيش معك، الشيطان موجود بقربك ولكن لا ترى، وهذا من رحمة الله الذي قال إنه يراكم هو وقبيله، هو وجماعته، عن الشيطان وإبليس والجن بشكل عام، من حيث لا ترونهم. لأنك لو قدر لك أن ترى الشيطان لا تستطيع النوم من شدة السوء، مخلوق ألقيت عليه لعنة الله إلى يوم الدين، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، كيف سيكون شكل هذا المخلوق؟ لذلك الله عندما أخفاه عنا رحمة بنا وليس ليضلنا، لا، رحمة بنا أيها الأحبة. هذا المخلوق السيء موجود بقربي وبقربك، ولكن الله عز وجل أعطاك علاج سهل. النبي قال إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، كل يوم أقرأ على الأقل آخر آيتين من سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه، كفاه الله شر الشيطان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه الآية الأولى، الآية 285 من سورة البقرة، والآية الأخيرة 286، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. كم دقيقة أخذت؟ دقيقة واحدة. كل يوم اقرأ هاتين الآيتين مرة على الأقل، أو مرتين، مرة في النهار ومرة في الليل، يكفيك الله شر الشيطان. طيب كم زوج اليوم يطبق هذه المعلومات التي أقولها الآن؟ كم زوج الآن ينظر لمشاكله أن الشيطان هو وراءها وليس فلان أو فلان أو أم الزوجة أو أخو الزوج أو فلان؟ لا، سأثبت لكم ذلك أيها الأحبة. سيدنا يعقوب عليه السلام عندما قص عليه ابنه يوسف عليه السلام الرؤيا، ماذا قال له؟ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. هل قال له احذر من أخيك واحذر فقط؟ لا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إذن لولا الشيطان إخوتك سيريدون لك الخير، الشيطان هو الذي يحركهم. فإذا كان لديك زوجة سيئة يجب أن تعلم أن وراءها الشيطان يحركها، فاستعذ بالله كلما دخلت إلى المنزل، اقرأ سورة البقرة أو آيتين على الأقل أو حتى جزء من آية، قل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، كلما دخلت إلى بيتك قل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، والله لن يبقى شيطان في بيتك، ستنقلب حياتك سعادة وفرح وسرور، ولكن بشرط أن تقيم حدود الله.
أن تتقي الشبهات، لا تذهب وتأكل الربا وتغش وتطيع الشيطان كل يومك، تطيع الشيطان ثم تريد أن تدخل وتترك الشيطان في الخارج، سيدخل ليعكر عليك حياتك. اتق الله في تجارتك. إنسان أراد منك خدمة، ساعده ابتغاء وجه الله. اليوم للأسف لا يكاد أحد يساعد أحد إلا من أجل مصالح مادية محدودة ستزول مع زوال هذه الدنيا. لذلك أخي الحبيب، ملخص هذا اللقاء باختصار: كل إنسان يعاني من مشاكل زوجية يجب أن يسرع مباشرة إلى سورة البقرة، ضعها على الموبايل اليوم وشغلها 3-4 مرات كل يوم وأنت نائم، كرر آخر آيتين والمقطع الذي قلته: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. كرر آية الكرسي: ليحفظك الله. اقرأ المعوذتين، قل آيات الرقية الشرعية من الشيطان. كلما دخلت إلى بيتك أول شيء تقوله: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، 7 مرات. هذه الآيات وهذه العقلية وهذه الثقافة ستغير نظرتك للأمور. أنت لن تصبح جزءا من المشكلة، أنت عزلت وأخرجت نفسك خارج المشكلة وبدأت تعالجها بهدوء وتعتبر أن كل ما أصابك مقدر من الله، وتعتبر أن كل ما أصابك فيه أجر عظيم من الله إذا صبرت ابتغاء وجه الله. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم سلام عليكم، هذا يوم القيامة في الجنة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين الخاشعين القانتين الصادقين، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.